يدير الشر ويطول الزمن القصري خلصها. سيادة الرئيس، استدعت الجزائر قبل أيام سفيرها بمدريد على خلفية الانقلاب المفاجئ في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية العادلة. متى يعود سفيرنا إلى مكتبه؟ وراه في دفء في بلاده مليح، هنا ان شاء الله الشيء اللي قامت به اسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكم الذاتي ولا اسبانيا، ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا مسؤوليتها ما زالتش من الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل، يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا، سي لا بيسونس ادمينسترانت للصحراء الاوكسيدنتال. هذه نساوها، الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا براسهم، من تلا انت ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. هذا هو المشكل مع اسبانيا. Et prévoyez-vous, monsieur le président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne si toutefois il ne change pas de position? احنا les espagnols، الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقه طيبه، كانت فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رئيس الحكومه تخلى على كسر كل شيء، رئيس الحكومه مش اسبانيا. الراي تاع الاخرين ما عطاوهاش، وين كان عطاوه في المجلس الوطني تاعهم في الشارع الاسباني. انا ما ندخلش في الامور الداخليه تاع اسبانيا. احنا كدوله ملاحظه فيما يخص الصحراء الغربيه نعتبر اسبانيا والامم المتحده تعتبر اسبانيا باللي سي لا بيسونس ادمينسترانت طونك يا با سوليسيون صار اوكسيدنتال. هذا هو. طيب سيدة الرئيس، يعني ما هو تخلي على مسؤوليتها. طيب سيدة الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبه للجزائر من اسبانيا حتى تعود العلاقات الى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي. هذا هو. كان جاو أصدقاء كما كنا حنا دارين أصدقاء في الحكومة، مش إسبانيا. مرة أخرى نفرق ما بين الحكومة والدولة الإسبانية. الدولة الإسبانية عندنا معها روابط متينة ومتينة جدا. فيش ما لازمش يتخلوا المسؤولية التاريخية نتاعهم في هذا الظرف. هذا المطلوب منها هي تراجع نفسها. السيد الرئيس، سؤال آخر في الشق الدبلوماسي، جمعتكم مؤخرا وباش نطمن الأصدقاء الإسبان، الشعب الإسباني، الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف مهما كانت كسمها. جمعتكم السيد الرئيس مباحثات أو محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي مؤخرا، ما هي المصالح؟ ما خليت ولا إبراهيم تلك روح. ما هي المصالح والقواسم المشتركة بين الجزائر وروسيا؟ علاقتها 60 سنة. السنة هذه رانا نحتفلوا ب 60 سنة تاع إقامة العلاقات الدبلوماسية.